انا بشكركم جدا 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 يعني على ردود الافعال على حلقه بيرستاوي. انا عايز برضه اقول لحضراتكم سر في هذا الامر، انا المفروض ما كنتش اعمل الحلقه دي يوم الاربع، ولكن نزلت مخصوص لانه جمهور النادي الاهلي دايما في قلبي وفي قلب كل الناس ويستحق مننا كل شيء، وانا بشتغل عشان الجمهور، ما بشتغلش عشان حاجه تانية، عشان تبقوا حضراتكم عارفين يعني، ومعظم جمهور الاهلي عارف هذا الكلام، انا بشتغل عشان الجمهور، وعلاقتي في الجمهور بدات من الملعب، ويمكن انا بحب الاعلام عشان كده، بحب الاعلام اكتر من اي حاجه تانية عشان كده، عشان انا بكمل دايما مع الجمهور. فانا قد ايه السعاده اللي انا كنت فيها لما بقينا ترند رقم واحد لمده اربع او خمس ساعات، يعني لدرجه ان في بعض الاصدقاء في ماتش في بايرن ميونخ وبرشلونه وفي بطوله عرب شغاله وفي احداث كتيره وانترفيوز مهمه، محمد صلاح مع عمرو اديب مع الاستاذ عمرو اديب وبقيه الناس شغالين وبقيه البرامج الرياضيه شغاله، وحد من احد البرامج الرياضيه كلمني قال لي يعني تعمل فينا كده، احنا جايبين كانوا جايبين نجم كبير يعني، قال لي تعمل فينا كده، قلت له ما هو جمهور الاهلي مش يعني جمهور الاهلي هو دايما اللي بيقف ورا قناته وورا ناسه، لانه هذه الحقيقه جمهور الاهلي غير، وجمهور الاهلي دائما ما يكون مختلف في كل شيء. عايز اوري لحضراتكم بس ردود الافعال على هذه الحلقه مش في مصر. في مصر احنا عرفناه في يومها من جمهور النادي الاهلي. ولكن افضل حاجه انا شفتها على تويتر، على تويتر تحديدا، ان بجمهور جنوب افريقيا، جمهور جنوب افريقيا نفسه بيقول ان بيرستاوي مبسوط في النادي الاهلي. وحاطين صورته في الحلقه وهو بيضحك وبيتكلموا على ضحكته، ردود افعال رائعه جدا جدا. وده بالمناسبه كان اول حوار لبيرستاوي في اي قناه تلفزيونيه مصريه او حتى في جنوب افريقيا. فاللي اتعمل اليوم ده وجمهور النادي الاهلي في ظل الاحداث الكتيره جدا اللي كانت موجوده في هذا اليوم، انا الحقيقه يعني ده وسام على راس كل واحد بيشتغل في هذه القناه. الحقيقه قد ايه احنا بنبقى مبسوطين لما بنعمل حاجه، مش انا مش اسلام، اسلام بس اللي بيبقى قدام حضراتكم، ولكن هناك جيش جرار خلف كل هذه الامور. فبالتالي منتهى السعاده، وبشكركم جدا 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 كالعاده على كل اللي حضراتكم بتعملوه لقناتكم، قناه النادي الاهلي. وبالمناسبه برضو عشان تبقوا حضراتكم عارفين، امبارح كان في مباراه طلائع الجيش والنادي الاهلي، وكان الاتفاق، انا بس حتى كنت عايز اكلم الكابتن في هذا، الكابتن سيد، كان الاتفاق ما بين الاداره وما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ بناء على تعليمات من مستر بيتسو موسيماني ان هذه المباراه نسجلها، احنا كاميراتنا كانت موجوده وكنا بنسجل هذه المباراه، فكان سهل قوي ان احنا ننزعها، ولكن قناه النادي الاهلي معموله عشان خاطر النادي الاهلي. فالتعليمات اللي كانت جايه ان احنا مش عايزين نذيع المباراه دي، فاحنا بنتبع دائما تعليمات النادي الاهلي، مصلحه النادي الاهلي طلب من القناه ان هي ما تذيعش، بنسجلها وبنذيعها لحضراتكم، وكان من المفترض ان احنا هنذيعها بعد مباراه الرجاء، ولكن خلاص الكابتن سيد قال لنا لا ما فيش مشكله ان هي ممكن تتذاع بكره او بعده في اي وقت يعني خلال الايام القادمه. فانا ما بذيعش مباراه وديه الا لو خدت اذن من الجهاز الفني، لو او نسقت مع الجهاز الفني. فبالتالي بالنسبه لنا او بالنسبه للقناه مصلحه النادي الاهلي هي الاهم. فانا على حسب التنسيق اللي تم في اداره القناه انه كان من المفترض ان يتم تسجيل هذه المباراه وتذاع ما بعد، او تتحط في المكتبه وتذاع ما بعد مباراه الاهلي والرجاء، ولكن اذا كان حد تاني زعها فدي انا الحقيقه التنسيق اللي ما بيننا كاداره في قناه النادي الاهلي وما بين اداره الكره في النادي الاهلي ان هذه المباراه لن تذاع، على الرغم من ان احنا كنا مسجلين المباراه، كاميراتنا كان هناك، معلقنا كان هناك، وكل حاجه كانت جاهزه ان المباراه تتذاع. انا بس حبيت برضه اقول لحضراتكم لان شفت بعض الكلام اللي كان مكتوب على السوشيال ميديا في هذا الامر، فانا حبيت برضه اوضحه لحضراتكم. معاك عمر السكرين شوتس بتاعه المواقع في جنوب افريقيا. طيب خلينا نطلع نشوف ماذا حدث في
حلقة بيرسيتاو، وبعد كده أو ردود أفعال الإعلام في جنوب إفريقيا على هذه الحلقة الرائعة اللي أنا بشكركم جدا جدا عليها. وبعد كده نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نستقبل ثلاثة من نجومنا في النقد الرياضي. أستاذ جمال الزهيري وقع مننا النهاردة، جاله برد الحقيقة، يعني احنا كنا عاملين حسابنا ان هو هيكون موجود معانا ولكن جاله برد فاعتذر منذ قليل الحقيقه. فهنكمل بقى ببقيه الكتيبه اللي موجوده، الاستاذ محمود صبري، الاستاذ سامي عبد الفتاح، والاستاذ عصام شلتوت في ضيافه البيت الكبير، بعد تقرير عن ردود الافعال عن حلقه بيرسيتاو اللي كانت موجوده مع حضراتكم من يوم الاربعاء اللي فات. نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل نقادنا الرياضيين الكبار في ضيافه البيت الكبير. متابعة كبيرة خارج الحدود حظي بها حوار البيت الكبير مع بيرسيتاو نجم النادي الأهلي بعدما أفردت له الصحافة الجنوب إفريقية مساحات واسعة وتناقلت تصريحاته بالتفصيل في نقاط عديدة. وقال موقع أخبار جنوب إفريقيا إن بيرسيتاو كسر صمته أخيرا وتحدث لأول مرة عن أسباب انضمامه للأهلي والعودة إلى قارة إفريقيا بعد فترة احتراف أوروبي. أما صحيفة كيك أوف الجنوب إفريقية الشهيرة فركزت على تصريحات بيرسيتاو التي أكد فيها سعادته بوجود مواطنه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في القيادة الفنية للأهلي وأن ذلك سيساعده كثيرا. وفي السياق ذاته أبرز موقع سوكر لادوما الجنوب إفريقي الشهير تصريحات بيرسيتاو الذي أكد فيها اختياره للأهلي دون وجود تأثير كبير لموسيماني على المفاوضات، وأن اللعب للأهلي كان رغبة متبادلة بينه وبين النادي وليس فقط بسبب المدير الفني. أما موقع ذا ساوث أفريكان فأبرز تصريحات بيرسيتاو بشأن تفوق الدوري المصري على نظيره الجنوب إفريقي من ناحية قوة المنافسة. وعادت صحيفة كيك أوف وتناولت تصريحات البلجيكي هوغو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا والتي تحدث فيها لقناة الأهلي خلال حوار بيرسيتاو عن أهمية وجوده مع موسيماني في القلعة الحمراء التي وصفها بأكبر الأندية الإفريقية وأكثرها منافسة.